السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في مطبخ سيما. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نقدم لكم مطبوط كيجي فارغ من الوسط وكيجي رائع في المذاق بدون دلك بدون تخمير، الطريقة اللي هي سهلة وبسيطة وبدون اي مجهود. سبق لي وقدمت كاقتراح الوجبة عشاء ونال استحسان ديال بزاف ديال البنات ولا معتمد عندهم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم في فيديو بوحديته وغادي نعطيكم نصائح اكثر لنجاح هذه الوصفه هذه باش تنجح معكم 100%. دائما تبعوا معي الفيديو حتى الاخر لان كل مرحله كنعطي فيها نصيحه لنجاح الوصفه او للوصفات اخرى. فكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب وتقاسموه مع معارفكم مع اصدقائكم. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. عندي 300 غرام ديال الفرس الدقيق الابيض او الفارينة، كيف عندي دقيق فينو، عندي 150 غرام، عندي معلقة كبيرة دي سنيدة، معلقة صغيرة دي خميرة الخبز و القليل من الملح. كنبدا بسم الله، كنضيف كل المكونات للدقيق وغادي نبدا كنجمع بالماء. خاصني نحصل على واحد العجين اللي يكون رخو ولكن ما يكونش يلتصق باليدين. خاصنا نغدروا العجينة ديالنا يعني نضيفوا لها الماء مزيان، ولكن ما تكونش اننا نحصلوا عليها يعني بحال العجينه ديال السفنج اولا بوشيار تكون كتلتصق في اليدين بزاف. حنا غادي نجمعوا غير المكونات فحال هكا وغادي ندلكوها واحد جوج دقائق، ماشي غندلكوها وانما غير نعركوها بين يدينا باش هكا غير نحاولوا الخميره نديوها في العجينه كلها، يعني ماشي بحال الطريقه العاديه كنبقاو ندلكوا العجينه حتى كتولي لنا لينه. حنا فاش غدرناها بالماء ولتصرات لينا هاد الماموريه وليانت عندنا بطريقه اللي هي سريعه. من بعد كنقسم العجين ديالي كنشكلو على شكل كريات وغادي نرش سطح العمل بالدقيق دقيق الفينو اللي غادي نورق به، وغادي نبدا كنورق هاد الكريات ديال العجين. خاصني نورقهم بشكل انهم يكونوا رقاق جيدا، ودائما نحاول اننا ما يكونش عندنا فاش كنكونوا نرقوهم ما يكونش عندنا نشكلوا ان يكون هذاك التلاك ديالنا مثلا فيه شي شقه ولا فيه شي حرف يتقب لينا هذيك الكره ديال العجين، حيت الا كان فيها ثقب من الاول فاش غادي نديروها في المقله راه ما غاديش تنفخ ليكم. يعني دابا المساله ديال الاولى ديال النجاح ديال هذا البطبوط هذا هو اننا نكونوا رققناه بالدلاك نرقوه جيدا وما نحاولوش اننا نديرو فيه شي تنيات اولا نديرو فيه شي ثقوب باش يتنفخ لينا. فانا غنستمر مع العجين ديالي كامل غادي نرقو وكنوضعو في واحد المنديل، ماشي غادي نخليه باش يخمر انما كنوضعو في المنديل غير باش ما يديرش ليا هذيك القشره من الفوق، يبقى ليا العجين ديالي هو هذاك. يكون هذا هو السمك اللي كنرقق عليه كنوضعو انا في حلقة في منديل غنغطي عليه، وغادي ندوز المقلاة ديالي كتكون ساخنه كنوضع البطبوطه ديالي مباشره على المقلاة. مباشره ملي كنوضعها كنقلبها على الجهه الثانيه، يعني كل جوج ثواني بالضبط كنقلبوا هاد البطبوط ديالنا كل جوج ثواني. النار اللي كنكونوا سخنا عليها المقلاة خاصها تكون متوسطه الى مرتفعه، يعني الدرجه ديال الحراره ديال النار كل ما كانت مرتفعه كل ما هاد البطبوط كيتنفخ لينا. يعني هذه من المسائل اللي كنأكد عليها للسيدات بعد التساؤلات اللي كنت كنلقاها فاش نزلت لكم الفيديو السابق. وهاد البطبوط هذا راه جربوه بزاف ديال الاخوات والتطبيقات ديالهم كاينه عندنا في المجموعه وايضا في الفيديوهات اللي كنت نزلت لكم في القناه. انا هنايا بغيت نجاوب ايضا على التساؤلات الاخرى اللي كطرح عليا بخصوص هاد الوصفه هذه. فكيف كتشوفوا كنبقى كل جوج ثواني كنقلب كل جوج ثواني كنقلب يعني ونديرو مباشره فوق البلاصه اللي فيها الموقد ديال النار باش هذيك الدرجه ديال الحراره هي اللي كتنفخوا ليا. وهاد البطبوط هذا راه ناجح يعني في المقله ديال الطفال وايضا في المقله ديال الثقيله ديالنا العاديه ديال المسمن كيف ما غتشوفوا معايا كيف ما شفتوا معايا في البدايه ديال الفيديو. يعني كان اصلا انا باش اكتشفت هاد الوصفه هذه اكتشفتها يوم عيد الاضحى، كنت صيفط البطبوط وما كانش فيه الوقت اللي ما عنديش الوقت اللي غنخمرو ومباشره درت الاولى في المقلات فاش درتها تنفخ وجا بحال العيش صافي وانا نكمل الكميه ديالي كلها ومن بعد قسمتها معكم في القناه.
وصراحه كيجي مع المشاوي هائل، خصوصا انه ما كيكونش فيه ديك البابل الداخلي، يعني كنقولوا مبابي، وما كي وكيجي خفيف. كنكمل بنفس الطريقه، كيف كتشوفوا الحبات ديالي كلهم ديال العجين، كنوضع الكره ديال العجين في المقلاه وكنبقى كنقلب فيها من جهه لجهه حتى كتنفخ ليا. ودائما نشوف شي حبه ما تنفختش، فزيدوا رفعوا الحراره ديال النار وضعوها مباشره فوق الموقد ديال النار. كنكمل الكميه ديالي كلها بنفس الطريقه. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البطبوط. انا كنت عمرت به هنايا الوصفه، درت قسمتها معكم وجبه عشاء به، فكيجي خاوي من الداخل وكيجي ناجح وتماما فحال العيش. كنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه غادي تنال الاعجاب ديالكم، ودائما الى عجبتكم ما تبخلوش عليا بتقاسمها مع معارفكم مع اصدقائكم. واذا كان عندكم شي تساؤل ما جاوبتش عليه في الفيديو خليه لي في التعليقات، وايضا خليه لي التعليقات ديالكم الرائعه. الا كانت اول مساهده لكم القناه، دائما الى عجبكم محتوى القناه ضغطوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد القناه بحول الله. خليت لكم الراحة، إلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.